في قصة غريبة. تخيل أن يحاول أحدهم أن يحتل جزيرة وينهب ثرواتها وينصب نفسه حاكما عليها، ويصل به الحال أيضا إلى تنصيب طفله أميرا على الجزيرة. ما قصة أمير سقطرة؟ القصة باختصار أن الإمارات نظمت في أرخبيل سقطرة مهرجانا أطلق عليه أمير سقطرة في محمية ديكسم عبر مؤسسة خليفة التابعة للإمارات، في مواصلة مساعيها لطمس الهوية اليمنية وتحويل الجزيرة إلى إمارة إماراتية. في نهاية المهرجان جرى الإعلان عن هوية أمير سقطرة، واتضح أنه الطفل مبارك خلفان مبارك المزروعي، نجل خلفان المزروعي الحاكم الإماراتي الفعلي للجزيرة منذ سنوات. وجرى تكريم الأمير الجديد من قبل محافظ سقطرة الموالي للإمارات والتابع للمجلس الانتقالي رأفت الثقلي بحضور مشاركين في الجزيرة. هذا الإعلان اعتبرته شخصيات اجتماعية في سقطرة محاولة إماراتية لتطبيع الوضع بالجزيرة لصالحها وإقصاء السكان وطمس هوية الأرخبيل. ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي استنكروا إعلان ابن خلفان المزروعي أميرا على جزيرة سقطرة. طبعا هناك الكثير من التفاعلات حول هذا الموضوع، تنصيب أمير جديد لسقطرة، من ضمنها ما كتبه أنيس منصور والذي قال: هذا الطفل الصغير يجهزونه أميرا لجزيرة سقطرة، وهو من أب إماراتي يدعى خلفان المزروعي الحاكم الرئيسي للجزيرة ومن أم سقطرية. ظهرت شخصية أمير سقطرة التي لم يعلن عنها في لافتة مهرجان ديكسم، تحمل لقب أمير سقطرة، ترعاها مؤسسة خليفة الإنسانية ويفتتح فعالياتها المحافظ رأفت الثقلي، ولم تشر إلى اسم الأمير حتى لا تثير حفيظة السقطريين واستيائهم ومحاولة لجس نبضهم. هل يرضون بهذا اللقب الدخيل على مسمياتهم والذي لم يستنكره المحافظ الثقلي كما استنكر وتنكر لمسمى المشيخة وتعديه على رمزية القبيلة؟ أيضا علي بن علي كتب قائلا: في مهرجان احتلالي أقامته الإمارات باسم أمير سقطرة والذي جرت فعالياته ببروفات مغايرة لعادات الجزيرة، وتجلى الهدف بإعلان أمير سقطرة الذي أعطي لنجل المندوب الإماراتي للجزيرة خلفان المزروعي، وهذا يشير إلى سلخ الجزيرة من اليمن. من ضمن التفاعلات أيضا ما كتبه عامر الدمين، يقول عامر: عملوا مهرجان في سقطرة لأول مرة وبتنظيم للإمارات لاختيار أمير سقطرة، كان سكان الجزيرة يتوقعون أن تكون هذه الصفة من نصيب أبنائهم، لكنهم تفاجأوا أن أمير سقطرة الذي تم اختياره هو نجل حاكم الجزيرة الفعلي الإماراتي خلفان المزروعي ذي الخمس سنوات، والمحافظ المحسوب على انتقاله والمعين من مجلس القيادة الرئاسي كرمه واحتفى فيه، واللبيب بالإشارة يفهمه. رواد التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر فيه محتجون في سقطرة يطالبون برحيل الإمارات عن الأرخبيل عقب فعالية أمير سقطرة في محمية ديكسم. نتابع. Hello!